عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم اليوم قطو جديد ومعروف اللي هو فريزي بلا كريم ديبلومات اللي هي لا كريم باتيسيير زائد لا كريم شانتي. سهل في التحضير وكيجي صراحة رائع. نبدأ على بركة الله في المقادير ديال لا كريم باتيسيير. عندنا نص لتر ديال الحليب، عندنا أيضا 4 ديال الصفار ديال البيض، عندنا هنايا 90 غرام ديال السكر حبيبات او ما يعادل 6 ديال المعالق، وهنايا عندنا 30 غرام ديال نشا الذرة او مايزينا ما يعادل 2 ديال المعالق كبار، عندنا هنايا راس ديال المعلقه ديال الفاني يعني لاباط فاني، ممكن تعوضوها بكيس ديال السكر فاني، وعندنا هنايا معلقه كبيره ديال الزبده. درت واحد الكاسرونه درت فيها الحليب ديالي وضفت لها هذاك الفاني، غادي نديرها فوق النار على عافيه مهيله، من بعد نكملوا الطريقه ديال التحضير. غادي نشد واحد الاناء، غادي ندير فيه داك الصفار ديال البيض، غادي نضيف ليه السكر، وغادي نضيف ليه ديك المايزينا، وغادي نحركهم مع بعضياتهم. كيصبح عندنا واحد الخليط بحال هذا الشكل. غادي نضيف ليه واحد شويه من داك الحليب اللي ردينا كيسخن على نار مهيله، وكنحرك بسرعه. كيصبح لنا واحد الخليط بحال هذا الشكل، وكنردو كلشي فوق النار، يعني كنجيبو داك الحليب وكنزيدو ليه الخليط ديالنا، وكنردو كلشي فوق النار. كنردو الخليط ديالنا فوق النار حتى كيبدا يدير فقاعات وكيتقل القوام ديالو، وغادي نوريكم بعد النتيجه ديالو. بعد ما حيدناها فوق النار كيعطينا هذا القوام هذا بحال هكا، كتكون ثقيله كما كتشوفوا. غنضيف لها دابا معلقه ديال الزبده، وكنحرك. من بعد ما دات قطع ديال الزبده في لاكريم، انا هنايا غادي نجيب واحد لابلاك اللي غادي نسرح فيها ديك لاكريم ديالي وغادي نبردها فيها. نتوما غتستعملوا اي حاجه متوفره عندكم في البيت، اي حاجه غادي تسهل عليكم العمليه ديال التبريد. انا هنايا شديت هذيك البلاك سرحت فيها بابي فيلم، وغادي نبدا دابا نكب في لاكريم ديالي شويه بشويه وانا كنسرح، يعني غادي نسرحها كامله في هذيك البلاك باش تكون عندي واحد لاكوش رقيقه، باش ما كانت ديك الكوش رقيقه ديال لاكريم باش ما كيسهل عليا التبريد ديالها. فيستحسن تستعملوا شي حاجه اللي غتكون بحال هكا مسطحه ما تكونش غارقه. بعد ما فيلميت لاكريم باتيسيير ديالنا وعاود تغطيتها بابي فيلم اون كونتاكت،
غندخلها دابا تبرد مزيان، ودابا غندوزو باش نوجدو لا كريم شونتي. بالنسبه لا كريم شونتي ديالنا، انا يعني شديت نص سطر ديال لا كريم فريش، زدت ليها 3 المعالق كبار ديال السكر، ممكن يعني تزيدو كتر او ممكن قل يعني على حسب الذوق، وكنطربها مزيان حتى كتطلع بحال هكا. ومن بعد غندوزو ان شاء الله باش نكملو الطريقه ديال التحضير ديال لا كريم. بعد ما بردات لينا لا كريم باتيسير ديالنا، غادي ندوزو دابا باش نطربوها حتى كتولي ليس، يعني كتولي ملسة، ومن بعد غادي نخلطوها مع لا كريم شونتيي اللي طلعنا من قبل. طلبت لا كريم ديالي ولات بحال هاد الشكل، غنبدا نزيد ليها لا كريم شونتيي اللي طربنا من قبل، غنزيد واحد شويه. غنخلط غير باش تطلق لي هاديك لاكخيم باتيسيغ المذاق ديالها في لاكخيم شونتيي. عاد ندوزو من بعد نكبو الخليط هذا اللي عندنا دابا فوق لاكخيم شونتيي. ودابا غادي نزيدو هاد الخليط ديالنا على لا كريم شونتيي، ونبداو نحركو يعني العناصر بجوج مع بعضها. وكيف كنقولوا ديما من الوسط للفوق حتى كتوجد الكريمه ديالنا. بعد ما كتنسجم يعني لا كريم ديالنا، غادي ندوزو دابا للطريقه ديال المونتاج. وباش ما نطولش عليكم، هنايا شديت الفريز ديالي اللي غندير في الجناب، فريزه حيدت ليها هذاك الخضوره ديالها وقسمتها على جوج. بالنسبه لهنايا قطعته يعني قطع عشوائيه صغيره، وهنايا التزيين قطعت على هذا الشكل، شكل مثلثات. نتوما لكم الاختيار كيفاش غادي ديروا. هنا دابا غادي ناخذ صينيه درت فيها بابي كويسون، درت يعني السيركل ديالي ودرت فيه الجينواز اللي سقيت. غنبدا دابا نحط هذا القطع ديال الفراوله، يعني القلب هو اللي يكون برا، وغادي نحطهم يعني يجيو لاصقين ويجيو يعني في صف، يجيو صف واحد ويجيو ملاصقين مع بعضهم. ومن الافضل يكونوا يعني يكون الحجم واحد باش يجي يعني الشكل مزيان. من بعد ما سرحت هذيك لاكريم هكا، غادي ندوز باش نلوح دوك القطع ديال الفريز في الوسط. وغادي نحط واحد الجينواز يعني صغيره اللي قطعتها، باش نسقيو الجينواز ديالنا. نسقيها مزيان، ومن بعد غادي نكمل بلا كريم، يعني الفوق كامل غنفيني بلا كريم. من بعد ما فينيتها مزيان بالسباتول بحال هكا، غندوز دابا نخليها في الثلاجه غير لتحت ماشي في المجمد حتى كتبرد مزيان تقبط راسها، وندوز ان شاء الله للطريقه ديال التزيين.
من بعد ما ديمو لينا الكاطو ديالنا غندوزو دابا لطريقه الزين. شدو الفريز حطوه بحال هكا، يعني تزيين بسيط جدا. هنايا درت واحد الصف ديال الفريز، غادي نجيب دابا الفرومبواز، يعني ماشي بالضرورة، يعني كل واحد كيزين كيف بغا، ندير ليه بحال هكا. غادي نجيب واحدة أخرى مخالفة ليها، كنستمر هكا، يعني كنزين بالفرومبواز وبالفريز حتى كنكملو ان شاء الله ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلا جيم او لي كومونتير وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للناس اللي كتشوف القناه اول مره، ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني وتضغطوا ايضا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وشكرا لكم.